باش نبدو ندوة صحفية بحوله، باش نعطوا الكلمة للمهندسة فاطمة باش تقوم بتقديم المجموعة التأسيسية، وبعد بحوله باش نعطوكم الإعلان التأسيسي. شكرا. أهلا وسهلا بكم معنا في افتتاح الندوة الصحفية الخاصة لحزب حركة التونسي للحرية والكرامة. نرحب بالسيدة أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، جميع الشخصيات الوطنية والحاضرين معنا في هذه الندوة الصحفية. سنبدأ بتقديم موجز لبعض مؤسسي حركة التونسي للحرية والكرامة، علما وأن القائمة النهائية ستثبت خلال المؤتمر التأسيسي المنتظر خلال شهر أوت. السيد محمد العيشي العجرودي مهندس ورجل أعمال. السيد محمد طاهر إلهي مهندس وخبير في التكنولوجيا الحديثة ونائب بالمجلس التأسيسي. السيدة سهير الدردوري نائبة بالمجلس التأسيسي. السيد محمد صالح شعيرات أعمال حرة ونائب بالمجلس التأسيسي. السيد نزار الجنزوري مهندس وخبير دولي في التنمية الجهوية. السيدة نزيهة مولي حرم مباركي طبيبة. السيدة عليا القادري صحفية بمؤسسة الإذاعة الوطنية. السيد عبد السلام بالحاج عمارة عميد كلية العلوم ببنزرت وأستاذ جامعي في الفيزياء. السيدة بسمة المسعودي مهندسة خبيرة في حماية البيئة. السيدة راضية عبد العاطي حقوقية. السيد إبراهيم حمدي نائب بالمجلس التأسيسي. السيدة ألفة التومي أستاذة مساعدة في الاقتصاد والإحصاء. السيد محمد القاسمي وزير مفوض سابق لدى الجامعة العربية بموسكو. السيد ماهر العابد حقوقي ورجل أعمال. السيدة منجية سالمي خبيرة في المجال الاجتماعي. السيد بشير العبيدي مهندس دكتور في المعلوماتية ومدير عام للمرصد الأوروبي لتعليم اللغة العربية. السيد شهاب شايب أستاذ مهندس في المعلوماتية بالمعهد العالي للتكنولوجيات. السيد علي الهلولي خبير في الشؤون الدبلوماسية. السيد سعيد بوعيش نائب في المجلس التأسيسي. السيد محمد صالح شعيرات أعمال حرة ونائب بالمجلس التأسيسي. أما الآن فسنعطي لمحة عن رئيس حركة التونسية للحرية والكرامة. حركة التونسي تونسي ما تلوموش عليها. السيد محمد عايش العجرودي من مواليد جابس بتونس، متزوج وأب لأبنان مهدي وزكريا. بدأت مسيرته المهنية والأكاديمية سنة 1967 حيث درس 5 سنوات وتحصل على شهادة الهندسة الهيدرولوجية بليل. بدأ العمل بمؤسسة الأشغال البترولية والبحرية ESEE في باتكالي بفرنسا سنة 1977، ثم اشترى هذه المؤسسة وأنشأ شركته الخاصة كذلك. ثم اشترى هذه المؤسسة وأنشأ شركتين ذات صبغة عالمية في مجال البترول الأنفاق تحلية المياه والري تحت الأرض. ما كانت إنجازاته من حفر أنفاق لمترو كاراكاس وليد، كما اخترع آلة قادرة على تهيئة ملعب كرة قدم في أسبوع واحد عوض 6 أسابيع. اخترع جهاز الري تحت الأرض فورتو وبعث شركة لصناعة هذا الجهاز وتسويقه. واخترع أيضا توب الآلة الحافرة للأنفاق. قام بإنجازات لحماية البيئة منها مقاومة التصحر بصحراء شمال أفريقيا والشرق الأوسط من جهة، ومن جهة أخرى طور الفلاحة وتوزيع المياه والتنقية بالمملكة العربية السعودية. اليوم في الحقيقة وأمام الضبابية متاع المشهد السياسي وأمام النفق اللي نشوفه فيه في المسار الديمقراطي، علينا على أنفسنا أن نبعث هذا اليوم حزب حركة التونسي للحرية والكرامة. وكانت في الحقيقة هي فكرة خمرنا منذ أكتوبر 2012. الحزب حركة التونسي أو حركة التونسي للحرية والكرامة هي حركة وسطية معتدلة تكرس الطابع التونسي وتنأى بنفسها عن التجاذب السياسي والتجاذب الإيديولوجي والتجاذب في الهوية. حركة التونسي للحرية والكرامة الشعار متاعها هو العلم والعمل.
هي في الحقيقة مولود جديد في الساحة السياسية. نحب في الحزب هذا نتكلم أقل ما يمكن، ولكن نعمل أكثر ما يمكن، ونستهدف بالأساس المواطن التونسي. وأحيل الكلمة إلى رئيس اللجنة الهيئة التنسيقية التأسيسية السيد محمد العياشي العجلودي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم، إن شاء الله رمضانكم عن قريب مبروك. طبعا الفكرة هذه متاع الحزب أنا أفضل هو يكون حركة التونسي للحرية والكرامة لعزة المواطن التونسي، لأن عنا من اللي صارت الثورة اليوم قعدنا نستنوا فماش حاجة تتبدل، فماش حاجة تجي، فماش حاجة تتحرك. فتضح بصورة وبكل صدق أن كل شيء يفكروا فيه إلا ما عدا المواطن. كما احنا عنا نقول العلاقة قفتوا معنا، غلط الغلة نتاع، غلط مكلت، غلط كل شيء، غلاء ليسانس، غلاء كل شيء غلاء عليه فالسنتين ونص تعدت هذية. فأنا شخصيا ما كنتش عندي فكرة ندخل في السياسة أبدا، لأن السياسة ما نعرف لهاش بالطريقة اللي يعرفوها الناس الأخرى. أنا إنسان بناي، أنا إنسان معناها أصحاب شركات. ففي الأخر لما شفت بلادي ماشي في المشي المشي فيه، فقلت نتوكلوا على الله. وجاوبوا معنا الإخوان وقالوا كنا معنا هدفنا واحد، هدفنا هو تونس. لا لشيء لما نقوله تونس هو المواطن التونسي. احنا ما عندنا حتى هدف باش ندخلوا في جملة الأحزاب، اللي هي الأحزاب اللي هي ربي عونها وربي وفقها. وأنا متأكد أن كل الأحزاب هذه عندها هدف أن تحب تخدم تونس، بس احنا نحب نخدمه تونس، المواطن التونسي في حياته اليومية، المواطن التونسي في علاجه، المواطن التونسي في تنقلاته، المواطن التونسي في كرامته. هو المواطن اللي هي هذا اللي سميناه حركة التونسي للحرية والكرامة. هذا ليش اليوم تشجعنا وتقدمنا، وإنما معاملين على الله ثم عليكم. كل من يحب تونس، كل من يحب يخدم تونس، كل من يحب يتنقل بتونس من المرحلة اللي هي فيه للمرحلة ما مقابلين جيراننا في الشمال، يعني مش معقول باش هم يكونوا في الشيء اللي هم فيه واحنا في الوضع اللي احنا فيه اليوم، ان احنا اليوم نستورد دوانا ونستورد حليبنا ونستورد مكلتنا. معنى هذا الشيء اللي خلانا اليوم باش نتحرك وباش نتلفت للوضع الموجود في بلادنا اليوم. طبعا لما جاء التغيير شباب ضحت في التغيير هذه، شباب ضحت، الشباب هذه معناها اللي توفى ربي يرحمه واللي حي ندعو له بالرحمه، خاطر مش لاقي روح. فهمت كيفاش؟ يعني هم يسموهم جرح الثوره، انا مسميهم الاول شهداء الثوره، لانهم ظلم يسموهم هو الشهيد الحي. هذه تعطينا مثلا نوع من الموجود في البلاد، خاطر حقه والقانون يقول، فهمت يعني حقه. من البدايه بدينا بما تشجعوا وخرجوا وعرضوا صدورهم للكرتوش، حقروا بدينا بهم هم الأول الساعة، وبعد ذلك تبدأ السلسلة تتنقل. هذا ما صارش وللألم وللأسف معناها حتى اليوم هذا هم يتألموا، وعلى وضعهم هم تشوف تونس كل، شوفهم هم تشوف تونس كاملة كلها، البناي يشكي والخدام يشكي والمواطن يشكي وكل أي إنسان، معناها كل إحنا كنا مواطنين بس كل إنسان يشكي من الوضع اللي هو فيه. فأنا جبتني غيرة على بلادي، الغيرة اللي جبتني هي غيرة وطنية بحت، ما وراها ولا أي شيء، لا أي مثلا مناصب ولا عاج بمناصب، كرمنا ربي وإن شاء الله يكرم تونس كلها بهذه. إنما نحب كل حركة تتوجه لها التوانسة كل، لا لشيء لخدمة تونس. خدمة تونس مش معقول باش اليوم واحد باش يتنقل من ولاية لولاية يلزم يستنى لواج ولا بلاصة ولا تعال اركب ولا كذا، يلزم 24 ولاية يتربطوا بالقطارات، وهذا ماهوش لوكس، هذا حق المواطن. يلزم المواطن لما يطلع في التران يخرج اللابتوب نتاعه، يخرج الكمبيوتر ويخدم به ويوصل مرتاح كومفورتابلمون من منطقته، من منطقة إلى منطقة. هذا ماهوش حاجة كما يقولوا معجزة من المعجزات، هذه حاجة أبسط شيء التنقل. حاجة أخرى ثانية العلم، العلم هو الأساس، العلم هو الأساس. لازم الكليات والجامعات تلتزم وترتبط ببرامج معينة من العلم
حتى ننهض ببلادنا في مستوى العشر الدول الأولى. أنا عندي طموح، عندي حلم، علاش ما تحققش الحلم؟ لأن نبدأ بنفسي، نبدأ بنفسي، كيف بديت أنا حياتي، كيف بديت مسيرتي. هالشعب التونسي العشر هذولا أفضل مني، ليش ما يصلوش بها تونس هذية في العشر الأوائل؟ ليش كوريا لما كانت ولا شيء، كوريا من كوريا ولا كانت ولا شيء من 20 سنة، صبحت كوريا اليوم دولة عظمى، وإحنا اللي كنا من 25 عام ومن 30 عام ومتدرسين ونقروا في العالم، نصبحوا إحنا هم المتأخرين اليوم، نستوردوا في قوتنا اليومي، نستوردوا في دوانا. هذا اللي خلاني أنا إنسان تحركت تحرك صادق، تحرك لخدمة المواطن التونسي، لأن الاستثمار حيكون للمواطن وليس للقصور وليس لتهريب الأموال وليس لتخريج الأموال. الاستثمار في المواطن التونسي، في طبه، في علاجه، في 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 متابعته اليومية، وفي حريته، وفي حرية الكلمة. ولا فرق بين مرأة وراجل، لأن القانون شي يقول، والديمقراطية لما ندخل في الديمقراطية، الديمقراطية شنو هي الديمقراطية؟ الراجل أو المرأة تسوى الراجل، والراجل يسوى المرأة، والنهاية هو صوت. ولهذا لازم الناس كلها تكون محترمة، والناس كلها تكون عندها معناها الراحة البال. شنو هو شهر كونجي في العام؟ حاجة كبيرة يجب أن يأخذها. ولا شنو هو مثلا واحد يتنقل ما يشريش حتى يقدر يشري حتى سيارة؟ يعني سيارات موجودة تتصنع في أوروبا وقيمتها في أوروبا مثلا 30,000 أورو، لما جيل تونس هنا تصبح قيمتها 100,000، هذا دخلها أقل. هذا معناها كونفور، هم يشوفوها السيارة كونفور، لا، السيارة اللي هي كهرباء ما سموها بلغتنا احنا، هي وسيلة من وسائل العمل، يلزمها تدخل بسومها وحتى أقل من سومها من الدول الأخرى. ولهذا معناها حركتنا هذه ما طالب أنا لا كرسي ولا طالب منصب ولا طالب شيء، هي حركة لخدمة المواطن التونسي. ونحترم كل الأحزاب ونحترم كل الناس. وحاجة أخرى، ما في إقصاء لأي تونسي كان، ما عدا لعذب إنسان أو لتعدى في حق إنسان، هذا العدالة تنظر فيه، هذا العدالة تنظر فيه. ما ندخل إحنا، إحنا التونس كلها، تونس لم تونس كلها. وهذا عندي في ما حبيت نبلغكم، وإن شاء الله نكونوا مثلا عند حسن الظن لخدمة تونس. وعاشت تونس، عاشت تونس، عاشت تونس حرة وفي الأوائل الدول العشرة. هذا حلمي، وإن شاء الله بمشيئة الله يتحقق برجالها وبنساها وبولادها وبالشعب التونسي كله. بارك الله فيك. أنا في الحقيقة بملخص الموضوع، نحن حركة من أجل الاعتدال والوسطية، تساهم في كسر الاستقطاب الإيديولوجي والاستقطاب الثنائي. نحن حركة لم شمل التونسيين، وتعمل على خلق فرص العمل والاستثمار للمواطن التونسي. نحن في الحقيقة حركة تريد الاستثمار المجدي في التعليم والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مع دعم وتشجيع الأدمغة والكفاءات العودة إلى بلادنا. نحن في الحقيقة برنامجنا جاهز حاضر بحول الله، إذا كان وقع دعمكم ومساندتكم، تونس في خلال ظرف عامين، معناها منقولوش كلام معناها غير واقعي، وإنما في خلال عامين تونس تصبح تونس الجديدة اللي نحلموا بها الناس كل لينا ولأولادنا. وبارك الله فيكم، وتوا باش نعطوكم أسئلة، إذا كان عندكم أسئلة تفضلوا نجاوبوكم عليها. تفضل تفضل، أعطيه الميكرو بالله، أعطيه، خلي عندك الميكرو. تفضل. محمد حبيب بكوش، نقرا في كلية حقوق تونس، احد المعاقين الموجودين معي، عندي اعاقة عضوية، غير قادر على التحرك في تونس. تحكيوا على التنمية سيدتكم، وتحكيوا على القدرة على العلم والأدمغة هذا كله، نحن غير قادرين على التحرك في تونس. نحن لا سمحوني في كلمة، لسنا مواطنين في تونس، هذه في البنية التحتية غير متوفرة. نحكيوا على حكيتوا على القطارات، على الحافلات، على التاكسيات، على أي حاجة. قدرة المعاق في تونس غير متوفرة. المنح ورجعت المنح، سامحوني في الكلمة،
أنا طالب تونسي أنا نتقاضى في جراية الضحك، معناها تو كلكم مش تضحكوا مش تتفاجئوا، 6 دنانير في الشهر. هل تتصورون أن 6 دنانير في الشهر طالب في تونس قادر على التحرك، على نكون موجود في الجامعة نصرف في 15 دينار تكسير وسؤال جواب ديريك باش نجاوب عليه في النهار يعطوني 6000؟ معناها شيء واضح. عندي سؤال واحد. سؤال تفضل. عندي سؤال واحد، ما هو مشروعكم للمعاقين؟ بعد هذا التقديم الطويل سامحوني في كلمة، معناها أنا طولت عليكم. المشروع يجب يكون من أجل بناء، نحن شركاء في البناء الديمقراطي الحديثي لتونس، وشكرا. على كل بارك الله فيك على الله. أرد سؤال. طبعا احنا لما تكلمنا على تونس تكلمنا على 10.5 او 11 مليون تونسي، تشمل كل التوانسة، كل التوانسة تشمل. وانا نشكرك على ما سألت السؤالات هذه. هذه اللي انا واحد من الناس خلاني اتحركت، لاني عشت مع معاقين شباب، عشت معهم واحتكيت بهم وشفتهم شقاصوا، وكانوا رغبتهم أنهم يرجعوا لتونس، يبكوا ليلا ونهار يرجعوا لتونس. بس لما يتفكروا أن ما فماش كار اللي باش تهزهم، أن ما فماش تركيبة في بيوتهم اللي باش معناها تتحملهم، يبدو خايفين من الرجعة، خايفين منها الرجعة لتونس. لا لي شيء، هم حبهم إلى تونس ضحوا به بحياتهم، بس إن ما فماش شيء متوفر لهم، ما همش محسوبين. وهذه اللي خلانا إحنا نتحرك، فهمتي؟ وسؤالك في محله، ولازم لكل التوانسة بجميع فئاتهم وبجميع معناها ما يقاصوا منه، لازم احنا بنكونوا بجنبهم، واللي باش نقدروا عليه باش نعملوه، ومش باش نستنى انا شخصيا عام ولا عامين حتى تتغير كل شيء. كل ما هو معاق مثل حضرتك، وكل ما هو معاقين والذي يعرفوني ويعرفوا مسيرة تشنية معهم، انا اتحملك انت من اليوم وليس من بكرة، وليس استنى حتى يصبح فيه برنامج سياسي. أنا بالحاج علي والمانجر سنتر، ملاحظتين هو وفيهم السؤال. الانتباع الأول وقت اللي نشوف الكتابة بتاع اللوجو متاعكم كل شيء اللون الأسود، ديما يرجعني للمرجعية السلفية اللي بالنسبة لي نحن في تونس معناتها هي مش مرجعيتنا، وعلى مستوى لفون ما هي الضمانات اللي باش تعطيها لنا سيادتك باش تحافظ على نمط العيش التونسي كما احنا مستنسيين، اللي هو نمط معتدل، اسلام معتدل، مع العلم وانه توا مع سقوط الاسلام السياسي في مصر والاسلام الاخواني، يقول لك باللي السعوديه العربيه السعوديه باش تقوم بمسانده الاسلام الوهابي اللي هو سلفيه. وعندك في المجموعه اللي عندك السيد نائب المحترم اللي طالب اللي ارفع علم السلفيه وطالب تعدد الزوجات زيادة، معناتها كيفاش احنا نجمو تكون عندنا ثقه في وعودك، خاطر راهو ثم وعود سابقه قبل وما تم احترام حتى وعد. معناتها احنا توا ما عادش عندنا ثقه في حتى حزب سياسي، ويلزمنا ضمانات صحيحه. بارك الله فيك على السؤال. طبعا انا تونسي، ابن تونسي، مربيتني امرأة اللي هي امي، واحترمها حتى لليومنا هذا، وبدونها هي ما لي وجود في هذه الدنيا. والمرأة في تونس هي امنا، هي اختنا، هي حياتنا كلها. وعاهد نفسي ان احافظ عليها، وكل من يدخل معايا او يتعامل معايا في تاريختي انا وفي برنامجي الاقتصادي، أول شرط عليه هو احترام المرأة، لأن بدون المرأة ما فيش مجتمع. لأن إيش العالم؟ 50% من النساء و50% من الرجال، بس 50% من الرجال هم جايين منين؟ هم جايين من المرأة. وإذا ربنا كان حب يفرق بين المرأة والرجل، لو كان يقول لهم في العمرة وفي الحج نهار مكة للرجال ونهار للعمرة، لكلهم مختلطين مع بعض. أما ربنا ما عمره ما فرق بين المرأة والرجل، كرمها. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوه ما محبة الوالدين يا رسول الله،
قال له أمك ثم أمك ثم أمك ثلاثة مرات وبعدين أبوك. ولهذا اللي بيش يفكر في أي لحظة أن نغير في بلادي مهما كان شخصيته ومهما كانت البلاد ومهما كانت الدولة، أنا جيت لبلادي اللي خرجت منها وأنا يتيم عمري 14 سنة والحال يعلم بي ربي، لا نجي بها اليوم ونمد يدي قل متنبي عش عزيزا ومت انت كريما بين طعن القناة وخفق البنود، لا بنفسي افتخرت بل افتخروا بي ولا بجدودي، ما طالب لمن أحد من أي دولة كانت، إذا هي باش تحترمنا وإذا باش تقدرنا كإحنا توانسة كشعب تونسي احنا معاه. انا لما توفى الوالد امي تقول لي اخرجوا لابسين نظاف وما توروش انتم تونكم فرغانه، ما توروش انتم جعانين، ومراه ربتنا ربت سبعه، اخرج لقدام العالم وريهم انك انت نظيف رغم ان انت ما عندك ما تاكل. ولهذا مكان المراه ليس كما يفكر هم، فهي في قلوبنا، فهي في فكرنا، فهي حياتنا. واعيدك انا قدام الله ان مانيش حزب انا سياسي كما يتكلمون على الاحزاب السياسيه، احنا حركه التونسي، انا التزمت ندخلوا كنا باش نعملوا شيء قانوني نقدم به البلاد، بس انا لو كان في شيء اخر ثاني نقدم به بلادي ونقترح به ولو قطره من الماء لما سميت نفسي بحزب من كثره الاحزاب. وربي يعاونهم هم الاحزاب واحترمهم واحترمهم كلهم، لان انا متاكد كلهم هم هدفهم انهم باش يخدموا تونس، بس انا خدمتي في تونس شنية هي استثماري في المواطن التونسي باللي نقدر عليه، لاني كيف انا وصلت لازم هو يوصل، لازم هو يوصل، فهمتي؟ ولهذا المرأة عندها محلها والاب عندها محل والخو والاسرة، والاساس هي الاسرة، الاساس هي الاسرة، الاسرة من يلمها؟ الاسرة هي الام تلمها، هي الام تلم الاسرة، واحنا تونس نعرفه وطبيعتنا احنا وديننا احنا واسلامنا احنا هو اللي تصدر للعالم. من تونس خرجت الإسلام إلى 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 إسبانيا، من تونس انتشر الإسلام في إفريقيا، من تونس انتشر الإسلام في العالم، إسلامنا السمح، إسلامنا اللي هو حبيب، معناها احنا نحفل بسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم منعين الحفلة بسيدي رسول الله، احنا نحفل به، احنا نحفل بسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم ما يحفلوا به. ولهذا الإسلام التونسي، ونتمنى كل من مواطن تونسي، كل من مواطن تونسي أن التزم بدينه وبصلاته أن يلبس الزي التونسي باش نخدم على الأقل الارتزانات التونسية، البلغة والجبة والكبوس التونسي باش تخدم به الصناعة الارتزانات التونسية زين عليها، شو ديننا حلو إسلامنا باهي، وإحنا بنكون على عهد مع إسلامنا التونسي. تونس دولة إفريقية إسلامية عربية، هذا ما فيش نقاش، هذه دولة، هذه تونس، هذا الواقع، هذا الواقع، هذا التاريخ شحب أنها أرض موجودة في إفريقيا وأتاها الإسلام من حوالي 14 قرن و34 سنة، وجدت العروبة بعدين، فصارت هذه العروبة هي دائما دحين صار لها حوالي 14 قرن. مش إحنا اليوم معركتنا ليس من إحنا، لأن إحنا عارفين من إحنا شو من إحنا، إحنا معركتنا اليوم ضد الجهل، ضد الفقر، ضد المآسي اليومية اللي قاسي منها المواطن التونسي، هذه معركتنا احنا اليوم. احنا ما لي جاي انا باش نعطي دروس، معركة اقتصادية بحت. وجزاكم الله الخير. باش نضيف يمشيش الميكرو هذا، يمشي الميكرو هذا، شكون ها يمشيش، تفضل بارك الله فيك. باش نضيف حاجة، اولا في السيجل هو في الحقيقة احنا عملناه على عجل، ويمكن معناها فيه الخيل هو يعني عنده معاني كبيرة، ولكن اللون الأكحل والأحمر موجود فيه مش الأكحل برك، ونحن نحبه ألوان زاهية وألوان معناها تمشي إلى تعطي الأمل، وإن شاء الله نحن بطبيعة نحن ديما حركة في تجديد وفي تجدد، ويمكن نراجع العملية هذه في تنقيس اللون، ولكن اللون الأسود هو لون أساسي. بالنسبة للسؤال متاع النائب اللي يحكي على تعدد الزوجات، أنا أؤكد لكم أنه ليس لنا أي شخص في الحزب متاعنا يدعو ولا يتبنى هذه الفكرة، وأنا كان تحبوا نعطوه الكلمة يرجع على رأيه. نعم طبعاً تفضل أعطيه الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. المشكلة هذه مش كل إنسان ينجم يطرح حاجة ينجم يكون يعتقدها داخليا، هي نجم تكون طلب من مجموعة من الأشخاص، وأنا نجم يجيب لكم مجموعة من عريضة من الإنباءات وأني تبنيتها. مش بالضرورة أن أي كل إنسان يدافع على حاجة تكون في داخله من داخل، كما المحامي يدافع على أي إنسان مهما كان سيفته، إذا كان عمل جريمة أو حاجة. أنا دفعت على الشيء هذا مش منطلق قناعاتي، منطلق أن هذا الموضوع هو عرض عليا وأني تبنيته كفكر في لجنة الحقوق والحريات. لجنة الحقوق والحريات طرح هذا الأمر وأنا حكيت فيه أن ثم مجموعة، ولا ما طلبتش أني باش ندستر الشيء هذا، هو مجرد حديث عابر لكن هو دخم ومعناته أعطى أكثر من حجمه. وأنا لا أتبنى هذا الفكر، مش فكري أني معناته مش نطلب بأربع زوجات، هذا مش فكري أنا، معناتها هو مجرد طرح ومجرد حديث، لكن للأسف أن معناتها بعض الحوايج تخرج من سياقها معناتها وتفهم في الغلط. هو مجرد حديث عام في لجنة حقوق الحريات لأن طرحت جميع المواضيع. تفضل. جميع المواضيع كلها طرحت. إبراهيم، أي إبراهيم. وشكرا. شكرا. تفضل. تفضل. كم أمر. أميرة محمد اليوم زي كفام. سؤالي سي محمد طاهر الإلهي، قبل معناتها في تشكيل الحكومة الأخرانية هذه كنت باش تشاركوا فيها، معناتها يعني منكم راضين على اللي وصلنا له إلى حد الآن؟ حسب ما الناس نشوفوا الكلام رئيس حزبكم اليوم يعني بالعكس مش راضي على اللي وصلنا له اليوم. لو كنت تعطينا رأيكم إلى حد الآن في اللي صاير في تونس الكل، يعني موقفكم من الدستور وانتم تكتبوا فيه، يعني كتلتكم فيها عدد هام من النواب في المجلس التأسيسي. ثاني حاجة موقفكم من البرنامج الاقتصادي والاجتماعي اللي قاعد تحقق فيه الحكومة الحالية اللي كنتم تشاركوا فيها. ونقطة أخيرة كنا نعرفوا زادة موقفكم اللي صاير في مصر، هل تعتبروه انقلاب أو تعتبروه ثورة جديدة لحقوق ما تحققش؟ بارك الله فيك. وعديد من الأسئلة دي في سؤال هذا. بالنسبة للمفاوضات في انضمامنا إلى الحكومة كان في الحقيقة موجود، وكنا ندفعوا. تعرفوا تونس أن تمر مرحلة انتقالية، وهالمرحلة دي هي في الحقيقة مرحلة صعبة ونقولوا نحن كريتيك. وفي الأخير ما توصلناش إلى نقاط، رغم عرضهم علينا بعض الحقائب الوزارية ما توصلناش الى تفاهم باش نكونوا معاهم موجودين، وهذه لاول مره نحكيها، انا عمري ما حكيتها للصحافه. وكان عندنا تحفظ مش في الاولويات نتاع الحكومه، وانما متحفظين على خطر اكثر طلبات لبوها، خاصه في استقلاليه وزاره السياده، في إدخال تجديد الحكومة. لكن كنا معترضين على أربع وزراء فيهم اثنين من النهضة واثنين من السي بي ار، وكان هذا هو السبب اللي خلانا ما ندخلوش الحكومة. ولكن بعمق مسؤوليتنا في المرحلة وقتها علينا على أنفسنا أن نزكوا الحكومة هذه ونتابعها، خاطر معناش وقتها حل إلا البلاد يلزمها تمشي، خاطر المواطن البسيط ما يهموش شنو الفوضات، يحب الإدارة محلولة، يحب الأمر يمشي. قلنا نزكوكم ونزكوا الحكومة، ولكن رانا باش نراقبوكم ورانا باش نتبعوكم. ماذا بالنسبة للجزء الأول؟ الجزء الثاني متاع الدستور في الحقيقة إلى حد الآن فيه العديد من النقاط اللي فيها اختلاف، ورأينا في الاختلاف هو في الحقيقة هو في ضمان عدم وجود ضمان لممارسة الحريات. وجود الحريات كنص كإعلان في الدستور، لكن ما عندناش ضمانات لتطبيق وممارسة هذه الحريات ومدنية الدولة. بالنسبة أنا نحب نعطيك اللي نحن نشوفوها، خاصة نحن عندنا نقاط نشوفوها كما متوازية مع نقاط أخرى عندنا كذلك. ما فما ما يفيد لا يفيد في الدستور هو العدالة والتوازن بين الجهات، ما فما حتى شيء يضمن في الدستور التوازن. عنا كذلك
ما فماش ما يفيد التوازن بين رأسي السلطة التنفيذية. وفما رأس رئيس الحكومة في الحقيقة الصلاحية متاعه أكثر بكثير من رئيس الجمهورية. كذلك نحن متحافظين على النظام السياسي أصلا، نحن مناش مع نظام سياسي مزدوج، لخاطر ليس لنا في الدستور ما يضمن أنه الرئيس دولة ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ما يكونوش من نفس الحزب. إذا كانوا زوج من نفس الحزب شنو معنى الازدواجية؟ لا شيء. إذن عندنا في الحقيقة العديد من النقاط الاختلاف، ونحن ضمناها، ونحن من بين لجنة التوافقات باش ندعو بشدو صحيح في العديد من النقاط، كما كذلك في دسترة القضاء العسكري، في المؤسسة الأمنية، في المؤسسة العسكرية. وهذا يحيلنا إلى السؤال متاعك الثالث، اللي هو ما اللي يصير في مصر. نحن نرى وفي الحقيقة هو أنه المسار الديمقراطي نعتبره توقف من ناحية، من ناحية أخرى نحن قراءتنا للمشهد السياسي، ولو نحترم البلدان ونحترم أمورها الداخلية، ولكن قراءتنا أنه الجيش ولا المؤسسة العسكرية لم تنقلب، وإنما عملت لصالح جزء من المصريين، وبالتالي ما أخذتش لحد الآن الحكم. إذن فما إشكالية في توقف المسار الديمقراطي، وفما إشكالية كذلك في ممارسة الحكم. والشرعية أنا في الحقيقة الشرعية هي عندها قيمة، ولكن ما هيش قيمة مطلقة، وما هيش معناها لابد أن تبقى تحت رقابة الشعب، وهو الشعب صاحب السلطة ينجم يعطيها لك اليوم وينحيها لك غدوة. وأنا أرى أن الجيش بحسب قراءتنا استعمل الشيء هذا، وأنه أعطاه الشرعية وعاود رجعها للشعب، ونحن نتمنى للشعب المصري في الحقيقة أن يتجاوز هذه المحنة ويرجع المسار الصحيح في فيما يراه صالحا. بالنسبة لذولي هذم الأجزاء متاع السؤال، وبارك الله فيك. سي محمد طاهر، أنا نعرف اللي كنت تحرير الحرية والكرامة يعني يحكمها تنوع في بين يعني أغلب النواب، يعني مش النواب كل عندهم نفس الموقف من أمهات القضايا التونسية، يعني بخصوص مثلا قانون تحسين الثورة، هناك اختلاف داخل كنت تحرير الكرامة حول قانون تحسين الثورة، هل حزبكم الجديد عنده موقف صريح من هذا القانون، أم أنه الاختلاف باش يحكم يعني موقفكم؟ السؤال الثاني، أنتم تحدثتوا برشا على هذا السؤال للسيد رئيس الحزب، وتحدث برشا على الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي في البرنامج بتاعه، لكن هذا ما يكفيش، لازم إرادة سياسية، وأي إرادة سياسية لازم دخول في تحالفات سياسية قادمة. هل يعني بلورتم تحالف سياسي قادم يعني في المرحلة القادمة، أو أنكم تدخلوا انتخابات من أجل المشاركة والتمرن على يعني على الحياة السياسية؟ شكرا. بارك الله فيك. بالنسبة للتنوع متاعنا نعتبره قوة، والكتلة الحرية والكرامة كانت ذكروا هي أساس البناء متاعها كانت استقلالية النواب متاعها، وكان عمل آلية عمل للمجلس الوطني التأسيسي كان يخدم بكتل، وكان آلينا على أنفسنا باش نتجمعوا في كتلة، وقتها وسميناها كتلة الحرية والكرامة على الثورة التونسية، ثورة 17 ديسمبر 17-14. نحن اتفقنا باش الناس كلها ترضى في العملية 17-14 ثورة الحرية والكرامة. بالنسبة للرأي متاعنا مثلا في قضايا في أمهات القضايا، وهي أنت جبتها وقضية مسألة تحسين الثورة، نحن في الحقيقة كنا نساندها منذ عام وشهرين تالي ولا عام وثلاث شهور، وكان وقتها معناش قانون عدالة انتقالية، وكان من حيث المبدأ تحسين ثورة، وخاصة من الناس اللي أذنبوا ولا الناس اللي تورطوا في 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 البلاد التونسية، ولكن بوصول نحن تو حاليا بيناتنا عدالة انتقالية، عندنا قانون عدالة انتقالية ينجم يوقع التنقيح متاعه بصفة معناها وتعديله، ويكوفر معناها يغطي ما يصبو إليه
تحسين الثورة. نحن بخلاصة الموضوع الأعضاء اللي ينضموا للحزب من كتلة الحرية والكرامة منسجمين الآن في أي وسينسجمون طبعا في أي قضايا نخذوها بعين الاعتبار. ونحن بكل صراحة نقولوها رانا ضد الأقصاء الجماعي. أقصاء الجماعي لا فيه أخلاقيات ولا يسمح به القانون ولا المواثيق الدولية. ونحن توا بيناتنا عنا بين أيدينا في المجلس الوطني التأسيسي قانون العدالة الانتقالية يبدأ عنده دور. واللي يا خويا اللي انتهك ولا مارس حاجات ضد التونسيين ولا أثبت ذلك القضاء هو يتولاه. ولا يمكن أن ننخرط في مسلسل إقصاء. خطر اليوم نحن في المجلس, غدا ناس أخرين. وإذا كان باش نتبعوا مسلسل الإقصاءات والإقصاء الجماعي ديما تلقى ظارم فيه مواطنين تونس حتى ولو واحد بركة من جملة 60,000. إذا نحن ماذا بينا أنه نحاسبوا الأشخاص وبمفهوم وبارتكاز أن العقوبة تكون شخصية وليس جماعية. هذا نفس السؤال الثاني للسيد محمد عياشي عجول. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص الأحزاب, فيما يخص برنامجنا الاقتصادي, احنا برنامجنا الاقتصادي واضح وسريح, وكل إنسان وكل أي تونسي يحب يساهم مرحبا به. فيما يخص هذا البرنامج, احنا برنامجنا الاقتصادي هو الاكتفاء الذاتي رقم واحد لكل المواطنين التونسيين. بالعار علينا اليوم أن نستورد البطاطا, بالعار علينا اليوم أن نستورد البذور, بالعار علينا اليوم أن نستورد الحليب واللحم. إذا حد معانا أي إنسان يفكر أن يكون إنتاج تونسي, أن بذور تونسية, أن إنتاج تونسي, أن نخدمه باش ناكله تونسي, مرحبا به ونتعامله وإحنا نتعامله معاه. لأنه هدفنا لا رئاسة ولا مناصب, هدفنا خدمة المواطن التونسي ولا تركيبة وراء الستار تنسيق بين أطراف وأحزاب وهذا لي وهذا كليك ولا شيء إلا ما عدا المواطن التونسي الاكتفاء الذاتي. حاجة أخرى ثانية, العلاج الطب لازم يكون تونسي ولا يكون مستورد. ها أكيد ما قلتها في الأول, معنى المعدات التنقل كل ما يوفر للتونسي الحياة السليمة والحياة الرفاهية الكاملة مثل المواطنين اللي هم على بعد ربع ساعة منا, مش بعد علينا رم ربع ساعة رم قابلين رم كنت لفت لأوروبا ربع ساعة. وقت نشوف الدخل الأوروبي ونشوف الدخل التونسي اللي هو على ربع ساعة, ومليون تونسي عايشين في فرنسا وأكثر من مليونين عايشين في الخارج, وكي نرجعوا لتونس نرجعوا معناها اليوم 60 عام رم ما صار شيء رم ما نتكلموش لا أمس ولا اليوم ولا ولمس. إحنا اللي خرجنا أنا في الستينات كان جي نرجع لبلادي ما شفت شيء تقدم, بالعكس صبحنا اليوم نستورده في أكلنا وفي غذانا. في هذا إذا كان أي إنسان وأي حزب أن باش يدخل في برنامجنا الاقتصادي اللي احنا نحب نبنيه ونعمله مرحبا به. وإذا احنا ما وصلوش معانا وما فهموناش فالله ما احنا بلغنا وقمنا بمجهودنا. تفضلي محسن نوري إذاعة الكرامة. سيدي بوزي, سي محمد طاهر والكتلة الكرامة والتنمية أغلبها مستقلين الحرية والكرامة. أيوة باش نبدو فاهمين بعض. الانتقال من الاستقلالية للحزبية, هذا هل وقتنا؟ هل هي تجربة في المفاوضات الماضية أم هو تحسين لشروط التفاوض في المرحلة القادمة؟ واحد. اثنين, المفاوضات التي دارت في الماضي بينكم وبين الحكومة أغلب على الأقل الكتل والأحزاب اللي شاركت قدمت أسماء بوضوح على الطاولة. قلنا أغلب الأحزاب والكتل قدمت أسماء للمناصب الوزارية بوضوح على الطاولة, ولكن كانت حركة النهضة تفاوض الناس أخرى والذين طلعوا أو وجدوا في وزارات لم تكن أسماءهم مطروحة أصلا للنقاش. كيف تفهمون هذا؟ كانت يعني تفاوضكم أنتم هنا في العلن وتفاوض أطراف أخرى في السر وكانت هي متسيسة عليكم بدرجة كبيرة جدا. هل هذه أيضا تدخل في التجربة أيضا لتحسين شروط التفاوض؟ في مسألة الدستور أعتقد في العالم, وأنا لست خبيرا بهذا ولكن أزعم أني أنا أفهم بعض الشيء, في العالم كامل السلطة التنفيذية موحدة. أين نجدها موزعة؟ أطراف
في كل الأنظمة برلمانية رئاسية سلطانية أميرية سمي ما شئت. السلطة واحدة، إما رئيس الوزراء يمسك سلطة تنفيذية أو رئيس الجمهورية يمسك سلطة تنفيذية. أترى أنكم أنتم تعملون في بدعة تقسموا فيها ما بين زوج أشخاص؟ يا أخي أنا في المستقبل سوف أنتخب رئيس الجمهورية على صلاحياته ولا على برنامجه، كيف تفهمون هذا؟ شكرا. بارك الله فيك. في الأسئلة أنا في جزء منها باش نحوله إلى زميلي، خاصة فيما يخص الدستور فيما يخص النظام السياسي، ونجيبك على تحول الكتلة إلى حركة حزبية. هو في الحقيقة نحن شفنا أنه المستقلين وأكثر مجلس وطني تأسيسي تاو فيه أكثر من 63 مستقل. فالحقيقة السياسيين ليس لهم وزن، حتى الكلمة ساعات يتمزوا عليهم باش يعطوهم كلمة في المجلس الوطني التأسيسي وبالعركة، وانتم ماكم تلاحظوا ساعات معناها حتى باش يأدوا رأيهم في موضوع ما صعب باش يتناولوا العملية هذه. ماذي من ناحية، من ناحية ثانية أنه المشهد السياسي في الحقيقة شفناه ما يلائمش المستقل، قلنا لابد ان هالمشهد الضبابي وهال وهال وهالنفق اللي من حين الى اخر معناها يضياق، قلنا لابد نحن كمواطنين وكتوانسة وعنا ما نضيفه لهذا المشهد، وخاصة هو الكسر، خاصة كسر الاستقطاب الثنائي اللي هو في الحقيقة ادهى داهية ما هيش معقولة. معناها كان مشك مع نهضة راك مشك مشل، واللي ما جاش مع نداء تونس، ولا سمحني عندي مسؤوليتي باش نذكرهم، ما جاش مع نداء تونس راهو نهضوا. إذن هذا حديث في الحقيقة تونس عمرهم لكنوا يوم ما يسهل أرواحهم هو تونسي ولا مسلم. نحن كلنا مسلمين ونحن كل هويتنا عربية، وهذا ما فما حتى فيه نقاش، ويظل اللي ناقش فيه ضيع في وقته. نحن ما نضيعوش وقتنا في المهترات هذه، نحب نمشوا الى لب الموضوع. لب الموضوع هو العلم والعمل، نحب الناس كلها في رفاهيه، نحب نوصلوا بلادنا ورانا قادرين على ذلك والقدر ربي، نوصلوا انه نولوا من ضمن البلدان المتقدمه، باش مش بالخصام في الهويه ولا في الايديولوجيه، لا بالعلم والعمل والتاسيس على منوال تنموي صحيح. هذا بالنسبة للسؤال المتحول. بالنسبة للتكتيك والمناورات في أعضاء الحكومة، تعرف الأحزاب هذه عندهم خبرة في المناورات، كنا احنا معناش خبرة، احنا كنت الحرية كرامة نعيش بطبيعتنا العادية ومعناش معناش مزايدات ومعناش أجندات حزبية. قلنا نمدوا يدينا طلبونا باش يحاورونا في الحكومة، قلنا معناش مشكلة، يمكن هما في غايتهم يستحقون في تعداد ولا في تصويت ولا في تزكية. نحن في الاخر وقت اقترع عرفنا ان الحكومه ذي ما عندهاش حاجه جديده بالنسبه للحكومه الماضيه، قلنا ما فيها باش حاجتكم باصواتنا باش نعطوكم اصواتنا، اما ماناش باش ننضموا معكم. والجزء الاخير باش السي عبد الرزاق خلولي فيما يخص الدستور وخاصه في النظام السياسي. تفضل. ما شكر زميلي المحترم محمد طاهر الإلهي. هو الحقيقة احنا اليوم المناسبة يمكن تكون خاصة، المناسبة هو انه الندوة الصحفية هذه وهذا الاجتماع اللي يحضروا له الاخوة الاعلام مشكورين، كيف نرحب بجميع من لبى الدعوة وحضر معنا، خاصة من زملاء من المجلس الوطني التأسيسي ومن بقية الاحزاب السياسية الاخرى. الحقيقة كما قلت هو حابين اليوم يجتمعوا باش نعلنوا على ميلاد حزب جديد. صحيح هو رقم يضاف للأحزاب الموجودة، ولكن حبيناه يكون رقم فيه قيمة مضافة، فيه إضافة للأحزاب الموجودة. سيد قول للقائد طبعا 170 ولا 179 حزب، شو باش يزيد الحزب نتاعكم إذا كان باش يولي رقم آخر باش يولي 180 حزب. احنا الحقيقة الكيان هذايا هو الطرح الموجود عندنا منذ أنه كنا كتلة نيابية موجودة في مجلس الوطني التأسيسي، وهذه الكتلة منذ أن تأسست كانت ديما متميزة عن بقية الكتل الأخرى، وكانت ديما تسعى إلى إيجاد عديد التوازنات بين كل الأطراف الموجودة في مجلس الوطني التأسيسي
وما كانتش لا تغلب هذا على هذا ولا تكون مواليه لاحد من الاطراف الاخرى، وانما كنا نحكم العقل بالحكمه وبالمنطق المعين، هو منطق المصلحه العليا للوطن، المصلحه العامه، وهذا هو اللي مشينا فيه. على كل حال احنا تفكيرنا في انه الكتله هذه تتحول الى حزب، وهي بادره الحقيقه نوعا ما جديده في تونس، لانه جمله من النواب يقومون بتحويل كتله نيابيه الى حزب سياسي، وهذا الكل ما كانش يصير لولا ما لقيناش الدعم من عديد الاطراف السياسيه الموجوده تو على الساحه، وكيف كيف لولا ما لقيناش الدعم من رجل الاعمال العالمي، رجل الاقتصاد والسياسه اللي هو سي محمد عيش العزرودي، خاصه انه احنا الحقيقه منذ اول الوهله سعينا انه حبينا نتعرفوا على هذا الرجل، فتعرفنا عليه عن طريق ملف جرح الثوره، والحقيقه كنا هذا الرجل الذي تكبد من تعاناه ومصاريف انه يكفل باخواننا من الجرحى وانه يتكلف بعلاجهم، قلنا هذا اكيد عنده نوايا صادقه لخدمه هذا الوطن. سؤالي الى السيد محمد العيش العجرودي بخصوص كلامك حين قلت ان حزبكم لا يطمح الى السلطه وغايته ليست المنصب، هل ترى سيدي ان حزبا يستطيع ان يطبق برنامجه دون ان يصل الى السلطه؟ اذا كانت الاحزاب اليوم وهي متقلده السلطه عاجزه عن هذا السؤال الاول. بالنسبه لسؤالي الثاني، تحدثت حضرتك عن المواطن التونسي وعن مشاغل المواطن التونسي، وهذا عام لكنه جيد، لكنك تغافلت عن مطالب الشباب التونسي وهو كما تزعمون ثوره شباب. شكرا. بارك الله فيك. طبعا اللي خلاني جيت بعد 45 عام غربه لبرا هو ان الوضع اللي شايفه في بلادي والتالم اللي نشوف فيه، كان رحت للشرق او الغرب او للشمال او الجنوب، معناها الصوره اليوم الموجوده كان احنا اصبحنا دوله من اكبر الدول اللي اصبحنا اليوم مصدره الارهاب. هذا الشيء يألمني كتونسي، كابن تونس ابا على جد نتالم به. ربي نعم علي وكرمني، كنت نبقى في داري وما تلفتش للامور هذه كلها، بس بعد رغبه الاخوان، وكما تذكر اخي عبد الرزاق وذكر كيفاش معناها تلمينا وتناقشنا، انا ما جيتكمش اليوم هكا شفنا بعضنا امس وجيت قعدت قدامكم اليوم، لا، صار حديث بيناتنا، صار نقاش بيناتنا، صار كلام، يعني حتى وصلنا لهذه النتيجه. شنو هي النتيجه؟ انا من الناس، انا انسان بناي، صاحب مشاريع، الحمد لله رب العالمين، ما نمنش باش يقول لك تو نعمل تو نعمل تو، لا، اعمل اخدم. تجربتي انا تجربه معروفه عالميا اليوم، ماش لازم باش معروفه عالميا. طبعا حبيت نجيب التجربه هذه لبلادي هذه العزيزه، بلادي الغاليه، لانها بالنسبه لي انا تونس معناها عشنا فيها وامنيتنا من الله سبحانه وتعالى بعد عمر طويل، مهما كان نملكه في العالم فهي مرجوعنا لها. فهذه الارض الطاهره الساعه هي ارض طاهره، الارض هذه نحب نقدم لها ما نقدر عليه. اول شيء لما نتكلم على مشاريع القطارات، انا منفذ اكثر من 6000 كيلومتر قطارات، ولا نطلب قرش واحد من الدوله التونسيه ولا دينار واحد. هذه يسموها بي او تي، بيل اوبيريت ترانسفير، يعني هذه حاجه بسيطه بالنسبه لي انا تنفيذها، وعرضتها على الحكومه وتكلمت انا الحكومه في هذا الموضوع، ان ال 24 ولايه يتربطوا بالسكك الحديد. ما احناش قاعدين نتكلموا على فراغ، نتكلموا على مشاريع. تكلمت انا عن الموضوع، بدينا فيه، وجدنا التمويل كامل هذه المشاريع. معناها المشاريع انت القطارات لما باش تربط 24 ولايه باش تقدم لك لا يقل ديريكت حوالي اكثر من 200,000 موطن شغل، هذا ديريكت، واللي معاها كلها حتوصل حوالي 300,000. هذه القطارات. حاجه اخرى ثانيه، هل يجوزنا احنا التوانسه ان كان يوقفوا علينا من استيراد الفرينه معش نلقوا الخبزه نتاعنا باش ناكلوها واراضنا مثل ما هي موجوده؟ هل موجوده احنا التوانسه نستورد اليوم السكر ونطيش حوالي بالمئات الالاف من الاطنان من التمور اللي هي تخرج منها السكر؟ هذه مش معجزه بالنسبه لي، اللي منفذها في دول اخرى، مصانع تتنقل من مكان الى مكان، تولي تنتج السكر نتاعك وحدك وتنتج اكلك، هذا معناها الاكتفاء الذاتي. هذه المشاريع نتكلم فيها بعد ما شفنا احنا والاخوان وحددناها، وان شاء الله في قدرة القادر بعد مدة بسيطة جدا
قريبة جدا حتشوفوا برنامجنا كله. بعدين الدولة اليوم قاعدة تستورد بمئات الملايين من البترول معنا بالعملة الصعبة. احنا اليوم والحمد لله وخليت اوروبا انا ما تستوردش 38 مليون طن من البترول لا لشيء، لان ننتج الطاقة من النفايات المنزلية، لان المليون طن من النفايات المنزلية هي تساوي 250 ألف طن من البترول. مليون طن من النفايات المنزلية تعطيك 100 ميجاوات، والحمد لله التوانسة جنيرال كل نهار يطيشوخ 4 كيلو 5 كيلو زبلة المعدل متاعهم، وزبلة كلها في ماكلة خضر تجوه زبلة أمريكا زبلة زواولة، زبلة تحنين، زبلة تغنية، زبلة تحنين نطيشو الخبز، نطيشو الزيت، نطيشو الماكلة، نطيشوها. هذه ما تلقاهاش في بوبال متاع أمريكا، ولا توجدها في دول أخرى. الدول المتقدمة هذه ما تيشش الماكلة، لأن النعمة نعمها ربي سبحانه وتعالى وكرمها. احنا زبلتنا تبارك الله ما شاء الله، علاش؟ خاطر الزبلة وقت تدخل الأفران هي تعطي الكالوري، وقت تتحرك توصل إلى 1800 درجة تسخن الماء، والماء يخرج فابار، والفابار يخدم توربين. في عوض البترول، في عوض الغاز يتعمل بهذه الزبلة، وهذا أخيك محسوبك هو اللي قاعد حاطها في 23 دولة اليوم. هذه تجي لبلادي تونس هنا، وكل ولاية تصير تنتج طاقتها من زبلتها. فهمت كيف؟ حاجة أخرى مثلا اليوم الأدوية يجعنا روسنا نسبوا الغرب وما نحبوش نتعاملوا مع الغرب، وقت يجعنا راسي ناخذ حربوشة مصنوعة في الغرب. يجعني فبتلا سيجارو باش نحرق به الرواري متاعي، السيجارو باش نحرق به الروارينا ما نصنعوش، يجيبهولنا الغرب. قبل ما نسبوا الناس وقبل ما نتعدوا في حق الناس نعبوا بطولنا بنفسنا احنا، صح نخدموا احنا. انا ايش طالب اليوم؟ طالب ان الشعب التونسي كله، وانا واحد منهم الاول، نعتبر نفسي كاني رجعت وانا عمري 14 سنة التالي، اليد في اليد المساعي متاعنا نخدموا بلادنا نخدموها. هل مش متألم الانسان؟ الزيت متاعنا زيتنا ربي سبحانه وتعالى زيتونا ذكرها وحالف بها افضل من البترول الافات المرات. 450 ألف إلى 500 ألف طن من الزيت تتعبى في البراميل وتستفيد منها الناس وتتصدر. إيش الكلام هذية؟ الزيت هذا معاش يخرج في البراميل، الزيت هذا يتحول للأدوية، يخرج لميجا تروا، يخرج لأدوية الزيت ويتصدر للعالم بأسوام تونسية، بأفكار تونسية، بصناعة تونسية، يتصدر للعالم الزيت، يتصدر للعالم. للألمنيوم، البوكسايد صحرتنا وأرضنا مليانة بيه، والغاز متعدي منه، الغازوديك متعدي من الجزائر إلى أوروبا، تونس تأخذ عليه 5.25، 5.25 نأخذهم الغازوديك هذه نحولوها إلى طاقة، والطاقة نحاول نأخذ البوكسايت التراب متاعنا، ومن ترابنا نخرجه للألمنيوم، ونخرج الطبلوت بور متاع الطيارة، ونخرج القطاع الغيار متاع الطيارة، وكلها تخرج من تونس، كلها تخرج من تونس. أنا معركتي ليس معركة سياسية ولا مع أي حزب كان، أنا معركتي معركة مع الجهل، معركتي مع الصناعة، معركتي هالنظارات هذه، هذه النظارات اللي في يدي هذه كلها مواد عربية، بس للأسف ما دولة عربية تصنعها، للأسف ما دولة عربية تصنعها، وهي كلها عربية، هذه بوليتيلاني بي في سي جاية من البترول، ها ولا دولة عربية تصنعها. هذا الألم، هذه زي ما تخرج من تونس، مواد تونسية تتصنع في تونس. هل مش مؤلم لي أنا لما نشوف نجي من فرنسا اللي هم 36 ألف موظف، ونتعدى قدام القنصلية ولا قدام السفارة، ونشوف ابني عمي واخوتي واصحابي وأهلي ومالية شدين الصف على سفارة أوروبا باش ياخذوا تأشيرة، وشوف لوجهه يقول أنا أعطيك ولا ما نعطيكش؟ لا، أنا نخليه يجيني، أنا نخليه يجيني حتى عندي. علاش؟ خاطر الانتاج اللي هو استحقه المواد الأولية متاعي، معاش نعطيها له بروت، نعطيها له فيني، شد الصف عندي هو، مش الاستثمارات متاع 1970 متاع كما سموها بلغتنا التونسية تبزنيسة. راح شوية ولا عمل لي سنتر دابال، واحد اسمها فاطمة تولي اسمها جاكلين، واحد اسمه محمد يولي اسمه ميشيل، ايش هذا؟ فهمت؟ يزم يكون انتاج تونسي بالمواد التونسية، مش باش نستورد المواد الأولى، موادنا الأولى عندنا في بلادنا. ثورة صناعية، ونطلب من الشباب اللي ضحوا بنفسهم واللي تشوفوا فيهم هذولهم قبلينكم، هذا بكراتيش، هذا في ظهورهم الكرتوش التوى، في ظهورهم الكرتوش التوى الدقيقة هذه، نطلب منهم هم الأولين توى، يبدو هم بالثورة الصناعية، يبدو هم بالثورة الصناعية. ها والسياسويين، وإذا كان فما أحزاب في البلاد، وإذا كان فما أحزاب تخدم في الدستور وتعلم، تبدأ بجرح الثورة اللي هم شهداء، تبدأ بهم توى.
تبدا بيها وتوا تعملها بها مثلا سالون دو كوافير، الاخر تعملها فهمتي مكتب مراقبه، الاخر تعملها مشروع باش يسترزق منها باش يعيش منها. هذه الثوره الصناعيه، يلزمنا من اليوم ناخذ عهد على انفسنا ونحلم. ها فهمتي، عهد على نفسي ناخذ انا اليوم، وكل تونسي يلزم ياخذ عهد على نفسه لمحبة تونس، يلزم يحط بيمس علم تونس، علم تونس في الريفار نتاع في ستة يحمل علم تونس. لا ننتمو لأي حزب، ننتمو إلى تونس. كلمة الحزب هي راهي وسيلة من الوسائل اللي أنتم حبيتوا تستعملوها. ما ننتمو إلى أي حزب ولا أنتمي لأي حزب، أنتمي إلى تونس. تونس عاشت، تونس توقف، تونس برجالها، والزي العسكري التونسي يحترم، والأمن التونسي يحترم، والمواطن التونسي يحترم، لأن أمننا في ملابسنا. هذه الشيء الأشخاص اللي تجي وتحك اللبس التونسي العسكري اللي ماتت منه شهداء في محلات يعلم ربي وين، أني حنا ننسحب، احنا ما ننسحب، احنا ناس شاردة من تونس، مهربين فلوسها من تونس. كنت نعيش في أمريكا، أولادي هم ذريتي كلها، أولادي معاكم، هم جوزتي أولادي مخلطين معاكم، حتى حد ما يدري عليهم لأنهم من الشعب التونسي، جبتهم من أمريكا من قريتهم تعالوا هنا لبلادكم، فهمتني؟ احنا ما شاربين منها، احنا ربعين رجلينا وقاعدين في بلادنا، ومش حتى حد باش يخوفنا، مش خارجين، لأن حتى تبدأ الثورة الصناعية في بلادنا هذه، ونحطوا لها كل إمكانياتنا، ولا انتماء لأي حزب كان. وجميع الأحزاب، ولجميع الأحزاب بكل احترامي ليهم وبكل ما عندهم المقدورية أفكار، إذا هم لهم رغبة خدمة تونس فأنا خديمهم، فأنا خديمهم. بس إذا كانوا هم رغبتهم أن أمور أخرى، ربي يعاونهم عليها وربي يساعدهم. نأخذ آخر سؤال، تفضل. شكرا. آخر سؤال. الحقيقة كلام كذا من واحد يخاف عليك، يخاف عليك من 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 حساد تونس، من الناس اللي يكرهوا تونس، من الناس اللي يحبوا يثيروا الفوضى والمشاكل في تونس، من الناس اللي يحبوا يرجعوا تونس الى الوراء. في الحقيقه كلامك هذا معناها شجعنا، وبصراحه نكون عندي سؤال باش نطرحه. وليت مشيت في الاتجاه نتاع الاسم اللي حركه التونسي للحريه والكرامه، هي في الحقيقه هو الشعار تاع الثوره. الكرامه التونسي لا تكون الا بالكلام اللي تقول فيه، هذا ما تحققش كرامه تونسي الا بالكلام اللي قلته، بس على مستوى اقتصادي، على مستوى امني، وعلى كل المستويات. حتى سؤالي فقط للاخ عضو مجلس التاسيس الالهي، الموعد نتاع الانتخابات تقريبا في مارس 2014، لكن هل ترى انت انه الحركه التونسي الحريه والكرامه قادره تنتشر وتبلغ معناها الراي نتاع الاخ رئيس الحزب في كل ولايات الجمهورية وفي كل قرى الجمهورية؟ وشكرا. بارك الله فيك ويعطيك الصحة على الملاحظات. بالنسبة للسؤال الأخير، أو بالنسبة للسؤال متاعك الأخير، هو نحن عنا القواعد، في الحقيقة عنا القواعد متاعنا متواجدة وحاضرة منذ معناها أكتوبر 2012، ونحن عارفين اللي نحن باش يجي نهار وباش نتحولوا إلى حركة حزبية، حركة التونسي للحرية والكرامة. والقواعد هذه حاضرة، وهذاك علاش كان ريتو في المقدمة متاع اليوم البريزنتاسيون متاع مادموزيل فاطمة، أنه مبرمجي إن شاء الله في بعد العيد جمع جمعتين باش نعملوا مؤتمر تأسيسي بتاعنا، إن شاء الله تواكبونا، وإن شاء الله تجوا بحذانا في المؤتمر وتشوفوا القواعد، تشوفوا الهيكلة وتشوفوا الأمور. نحن حاضرين، نحن متلكم حاضرين من حيث القواعد، من حيث المناضلين، من حيث كذلك البرامج. فقط اليوم حبينا نعلم على الحزب وقت اللي نحن حضرنا بصراحة، وذاك عليه إن شاء الله كان جوت في مارس، إن شاء الله جي في مارس، خاطر الأمور مازالت مش واضحة، وإن شاء الله اليوم تحدد التركيبة النهائية نتاع ليزي تاع الهيئة العليا مستقلة الانتخابات. إن شاء الله الجمعة دي على الأقل تكون تكون عنا معنا حاضر، ويبدأ عنا تاريخ بتاع انتخابات، ونحن الانتخابات إن شاء الله توقع آخر العام هذا أو في مارس، نحن سنكون جاهزين بحول الله. وأنا بالمناسبة معنا ندعو الخير من كل الأحباب وكل بالحق من يمن بالساعد التونسي، كل من يمن بالطابع التونسي، بالطابع المعتدل، بالطابع التونسي المتميز اللي هو عمل الثورة، وكشفتوها الثورة دي اللي هي عاد قريب باش تعود علينا بالمضرة. نحن نحبوا
كل واحد يمن بكون تونس راهي تنجم تكون تونس الجديده كما سنغافور ولا كما اي بلدان من البلدان اللي وصلت للمراتب العليا، راهو الحزب مفتوح ليه ليلا نهارا. وشكرا. اليوم والحمد لله رب العالمين في العامين هذه اللي هي مرة بالبلاد، أنا بادي في حاجات وقائم بحاجات اللي هي مخفية تسمى، لأن البلاد في حاجة إلى عملة، البلاد في حاجة إلى عملة، البلاد في حاجة إلى وجود، وإحنا قائمين به بطبيعتنا. ولما جينا نشوفوا كيفاش باش ننهضوا بتونس، فجينا لازم تكون فيها التركيبة السياسية هذه، بس هي حركة لكل التونسي، لكل أي تونسي يحب يتعامل معنا، إحنا مستعدين باش نخدم مع بعضنا وندي اليد لليد. باش تكون ما بين المترشحين للانتخابات الرئاسيه او التشريعيه القادمه؟ مش هدفي اليوم، هدفي اليوم اقتصاد تونس والمواطنه التونسيه، المواطن التونسي اكبر قصر عندي واكبر رئيس عندي انا، لما نشوف التونسي يتنقل كونفورتابلمون، ووقت يدخل مثلا حضرتكم انتم كصحفيين مثل ما باقي في العالم كله، لما تدخلي في قطار تلقي الكونفور نتاعك وتخرجي اللابتوب وتولي تخدمي خدمتك عاديه، سي با لوكس، c'est pas un luxe, c'est le devoir des politiciens. يعني الرجل السياسي هو في خدمة المواطن. احنا الدور راهو مقلوب، الدور راهو احنا كأنه هو رجل سياسي، وقت اللي يصبح هو فرحان الناس تضحك، وقت هو يتغشش الناس تخاف. لا، هو يزم، هو وقت الشعب يضحك يبدا هو فرحان، وقت الشعب يتغشش يقول ترى شنو عملت في حياتي، مش نورمال. فهمتي؟ هذه هي معنى الناس في الجهات ربما محرومة من البرنامج. ما هذا علاش احنا نحب نركز على القطار. شنو المنطقة محرومة؟ فماش مناطق محرومة إذا كان فيها وسائل النقل، إذا فما صارت وسائل النقل معاش فما محرومة. إنما اليوم مثلا ناخذ وضع متاع تونس، اليوم يجي مستثمر من الخارج يحب ياخذ مثلا أرض على البحر حتى ولو ب 500 دينار يشريها، لو نعطوه بقعة أرض أخرى باش يستثمر فيها داخل البلاد يرفض. علاش؟ على خاطر ما عنديش المعدات النقل، ما عندهاش معدات النقل اللي هي باش تنقلها. ولهذا هو القطار اللي باش يخرج جميع المناطق، ما يسموها بالمناطق المحرومه، يلزمها المناطق المحرومه، ما عادش لازم نسمعها في تونس هذه كلمه المناطق المحرومه، لانهم توانسه ولازم يوصلهم القطار ويلزم الاكتفاء الذاتي. وفي حاجه اخرى، مش كان هذيك المناطق محرومه، الشعب التونسي كله محروم. الشعب التونسي ظهر اللي يستورد في الحم انت مش محروم، كيلو لحم العلوش ب 22 دينار مش محروم، البتي بوا هذاك اللي يجي الجلبانه هذيك تستورد اليوم. تستوردوا التيبوا باش عبوا في لحمك، هذا مش محروم. ولهذا معناها معركتنا معركة وجود اقتصادي
ونطلب من كل التوانسه زاده كل التوانسه لازم نحط اليد في اليد يزينا من الشانتي الحظاير كانوا 3730,000 ايش الكارثه ذي؟ شنو 130,000 راقد من الصباح لليل قاعد في قهوه قاعد شنو تحرك يخدم برا وانا نعرفه كل اغلبيتنا التوانسه كل حد عنده ارضه اليابان وقت يحب توصل الاكتفاء الذاتي نتاعها الشوفير التاكسي تلقيه زارع ماكلته في كهربته وفي بيت نومه عامل الماكله نتاعها واحنا نستنوا تو الحكومه تعطي تو الحكومه برعتي روحك اتحرك انت الساعه اتحرك انت والسياسي معاش تعطيه كان قيمه السياسه خدمته اللي يخدم فيها الحكم في يد الشعب وليس عند السياسي لازم نمشوا اذا كان دخلنا في طرح الديمقراطيه لازم نكون ديمقراطيه كما تدل الديمقراطيه المراه تسوى الرجل والرجل يسوى المراه والنهايه هو الصوت والناس كلها تتكافى بما كتب الله يعني لازم يخدموا لازم يتحركوا انا طالب من التوانسه ان ما عادش يستنوا هاي جتنا يعانى من ترشكون هاي اعطانا فلان يشرو فينا باش خاطر انت خليتهم يشروك من باش يوكلوك يبعثوا لك الفرينه يبعثوا لك الحليب يبعثوا لا قول لهم لا اكبس على الحزام واخدم ووقف وما تطلب الا من الله سبحانه وتعالى وهذا انا ان شاء الله نتمناه من كل مواطن تونسي ان يوقف لتونس نضال تونس معركتنا اليوم هي معركة اقتصادية يلزمنا نخدم اقتصادنا كنا زاده كنا مسؤولين